التعريف بتراث وعراقة منطقة القبائل عن طريق تسويق الجبة القبائلية للخارج هو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه القائمون على فعالية الطبعة الرابعة لجبة تجهليث إيواضيين ببلدية إيواضية جنوب ولاية تيزي وزو. هذا الخطرة للمرة الرابعة، الهدف المسطر هو محاولة إخراج هذه التظاهرة من بلديتنا في لما لا إلى الخارج. نحن في صدد برنامج مع شركة في الخارج لمحاولة استيراد هذا المنتوج المحلي. التظاهرة التي تدوم فعالياتها على مدار 10 أيام كاملة احتفت بجبة إيواضيين وشاركت فيها عدة حرفية من الولاية. دمانا كوتور فرح غين ديني مي خدمنا نشتاقي مي خدمي ميري وضينا نشتاقي باسكو صروحة تروح قندورة الخفايي مي الحمد لله هنا تحيو شوية شوية أدل حيو قندورة تجي حياتي وضية غياض الزطاغ إرذان وكذا الحمازي وكند السفراغ الكوي. تسويق الجبة القبائلية هي خطوة مهمة للتعريف بتقاليد الهوية الوطنية وافتكاك مكانة لها في الخارج.